توجهت الحكومة قبل سنوات إلى تفعيل أساليب وإجراءات كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك الكهربائي في مختلف القطاعات. إحدى هذه الوسائل تركيب ألواح شمسية على أسطح الأبنية الحكومية بهدف التوفير في فاتورة الكهرباء. بفضل هذه التقنيات استطاع المركز الوطني للبحوث الزراعية توفير أكثر من 40% من قيمة فاتورة الكهرباء. لم تحتاج المسألة سوى مساحة مكشوفة تصلها أشعة الشمس حتى تبدأ هذه الخلايا بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لأعمال البحث الزراعي في المركز. نحن لدينا المركز الرئيسي وثمانية فروع رئيسية بالإضافة إلى 14 محطة بحثية، ركبنا في العديد منها طاقة شمسية، الأمر الذي أدى إلى تصفير الفاتورة في العديد من محطاتنا ومراكزنا. التجربة لم تقتصر على القطاع الزراعي فحسب، فهنا وزارة الأشغال العامة والإسكان تحقق وفرا ماليا جيدا من خلال الألواح الشمسية ضمن المرحلة الأولى للمشروع الذي بدأت بتركيبه في مواقف السيارات. قامت وزارة الأشغال العامة باتخاذ إجراءات لترشيد فاتورة الاستهلاك الشهري لهذه الوزارة البالغة 15,000 دينار شهريا. هذا العطاء سيوفر على الوزارة 20% بما يعادل 3,000 من الفاتورة الشهرية. التوجه نحو ترشيد استهلاك التيار الكهربائي جاء وفق قرارات حكومية سابقة ألزمت كافة القطاعات الحكومية بتوفير ميزانية خاصة لبناء الخلايا الشمسية على أسطح مبانيها، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترشيد استهلاك الطاقة من خلال أحدث التقنيات التكنولوجية. صندوق الطاقة المتجددة كمؤسسة حكومية معنية بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة ويعمل تحت مظلة وزارة الطاقة بهذا الشأن، ينفذ برنامج خاص للمباني الحكومية، وهذا البرنامج يشمل إجراءات ترشيد الطاقة وأيضا دعم إجراءات الطاقة المتجددة. محطات شائكة مر بها قطاع الطاقة في الأردن خلال السنوات الأخيرة والتي حملت خزينة الدولة مبالغ طائلة، ما دفع المعنيين للتوجه نحو الطاقة المتجددة، خاصة وأن الأردن يتميز بمعدل جيد لشروق الشمس يصل إلى قرابة 300 يوم في السنة وفق دراسات علمية. تهدف استراتيجية الطاقة في الأردن إلى الوصول لتوفير نسبة 20% من احتياجات الكهرباء في الأردن عبر مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بحلول عام 2019. رعد بن طريف، المملكة، عمان. مشاهدينا، نشرة مستمرة من قناة المملكة وفيها بعد قليل. اتفاقيات معدلة لاستيراد الغاز الطبيعي بين الأردن ومصر.